شو عم تعملي هون؟ أنت شو اللي فوتك على البيت؟ ليك إذا أنت هلأ طلعت دغري ما بحكي لحدا إنه شفتك هون بالبيت، لأنه إذا شافك السيد فريد وعرف إنك فتت على بيته بالسر وفتت على حمامه وعملت دوش كمان، والله بموتك ما بيتركك عايش. يلا اطلع. أنا بكون السيد فريد وهذا بيتي. جد؟ أنت السيد فريد صاحب البيت؟ مو أنت الجرسونة اللي كانت بالحفلة؟ ليلي شو عم تساوي هون؟ بلا، أنا هي اللي شفتها بالحفلة. أنا تأخرت وكان لازم روح من زمان، بس شردت ونسيت حالي.